كورونا فيروس بيعيش قد ايه على الاسطح؟ وهل لو انا مربي حيوان في البيت عندي ممكن ينقل لي كورونا فيروس؟ وفتره الحضانه بتاعت كورونا فيروس قد ايه؟ وايه اللي ممكن اعمله عشان احمي نفسي من الفيروس وايه اللي ما اعملهوش؟ وهل اتعمل تطعيم ضد الكورونا لحد دلوقتي؟ والنقطه الاهم، هل المفروض اني البس ماسك عشان احمي نفسي من الكورونا؟ الاسئله دي موضوع حلقتنا النهارده، ويلا بينا نبدا الفيديو. هل بقى انا ممكن يتنقل لي الفيروس او الكورونا فيروس من الحيوان بتاعي او الكلب مثلا بتاعي او القطه بتاعتي؟ طبعا ممكن يتنقل لك، لان الفيروس ده يعني بيسيب الانسان وبيسيب الحيوان زي ما قلنا اللي هو اصلا جاينا من البنجولين. فانت اوريدي لو انت مثلا مربي كلب او قطه عندك، انت ممكن يتنقل لك عن طريقهم. تحمي نفسك ازاي؟ اللي انت زي ما قلنا برده بتغسل ايدك بعد ما تتعامل مع الكلب او تتعامل مع القطه مثلا بتاعتك او تتعامل مع ايا كان انت مربي ايه في بيتك. ده حاجه تخصك ماليش دعوه بيها. تغسل ايدك بعد منها، ولو لا قدر الله الحيوان اللي انت مربيه ده اتصاب بالفيروس حاول تتخلص منه في اسرع وقت ممكن، وتعقم المكان اللي هو كان فيه بطريقه كويسه بكلور بقى وكحول وحاجات زي كده يعني. طيب الدروبليتس بقى بتاعت الفيروس اللي هو بيتنقل عن طريق الفيروس بتعيش على الدقيقه على الاسطح. يعني لو انا مثلا عطست والرذاذ طلع مني، فالدروبليتس دي اللي فيها الفيروس اكتف بتعيش قد ايه؟ فيروس بيعيش على الاسطح بيمتد من ساعات لايام على حسب السطح وعلى حسب درجه حراره السطح وعلى حسب الرطوبه بتاعت الجو. فالفتره اللي بيعيش فيها الفيروس دي بتختلف على حسب البيئه المحيطه. بس لو انت في مثلا عطست على سطح، فانت تعقم المكان او السطح ده بكحول وبكلور عشان الدروبليتس دي تتخلص منها يعني وما تنقلش الفيروس لحد. طب هل في حاجات انا ممكن ما اعملهاش عشان تحميني من الفيروس؟ في بعض الحاجات ممكن ما تعملهاش زي السجاير، دي هتحميك من الفيروس وهتحميك من حاجات كتير اللي انت تبطلها مش تشربها، اللي انت ما تعملهاش يعني. مركز معايا، حاجات اللي انت ما تعملهاش، السجاير اللي انت برضك ما تعملوش، اللي انت تاخد انتيبيوتكس اللي احنا زي ما قلنا دي عدوى فيروسيه مش بكتيريه. الانتيبيوتكس بتتاخد للعدوى البكتيريه فقط، والانتيبيوتك بتتاخد على حسب الدكتور اوردر، انت ما بتاخدهاش من نفسك كده. فلو الدكاتره شايفين ان في داعي ان تاخد انتيبيوتكس هم هيبلغوك وهم هيقوموا باللازم. يا ريت انت ما تاخدش اي علاجات بنفسك لنفسك، يعني سيب لنا نفسك واحنا هنتصرف، ما تاخدش علاجات لنفسك بنفسك. حاجه بقى من الحاجات اللي انت تتجنبها السفر في الفتره دي، هو اصلا سفر اتمنع دلوقتي، فانت حتى ما تسافرش من داخل دولتك من مدينه لمدينه الا للضروره القصوى، اللي انت مثلا رايح لحاجه مهمه جدا ما ينفعش تتاجل. غير كده ما تطلعش اصلا من بيتك الوقت اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده. الحظر التجوال بدا وفعلا بداوا يقفلوا المحلات وبداوا يقفلوا المطاعم، فانت ما تنزلش من بيتك في الفتره دي غير للضروره القصوى جدا. بس احنا بقى كتمريض والدكاتره والفريق الطبي عامه هو الوحيد دلوقتي اللي بينزل من بيته. ففعلا تحيه كبيره جدا للفريق الطبي سواء كتمريض عشان انا تمريض، والدكاتره يعني دلوقتي فعلا بيبذلوا مجهود يكفي ان هم خارج بيوتهم ولا بتتواصل مع حد، واللي انت اصلا بتبقى متعقم طول ما انت شغال، فاللي هو حاجه صعبه جدا. ربنا يا رب يعينهم ويعيننا وربنا يستر على الكل في الايام اللي جايه دي. حاجه برضك من الحاجات ان حضرتك المفروض تكون عارفها، اللي انت ما تستخدمش اللي هي البابليك فاسيلتيز اللي هي زي الحمامات العامه المواصلات العامه، لو على قد ما تقدر ما تحاولش تستخدمها. المهم اي حاجه يعني حاول تستخدم الحاجات اللي هي سيلف يوز فقط، ما تستخدمش حاجه حد. يعني ما تروحش مثلا انت واصحابك دلوقتي تقعدوا على القهوه تخمسوا في الشيشه وتخمسوا في كوبايه القهوه وكوبايه الشاي، الكلام ده خلاص تمنعه شويه وبعد كده بس نعدي المرحله دي، بعد كده خمسوا براحتكم. او يعني انت ايه مثلا يعني هاتوا كوبايتين وصب هنا وصب هنا وفصلهم عن بعض، مش لازم من نفس الكوبايه يعني، مش لازم تشرب مطرح. طب هل الفيروس بقى ما بيتنقلش او ما بيعيش في المناطق الحاره؟ الفيروس بيتنقل في المناطق الحاره وفي المناطق البارده، وبدليل اللي هو وصل افريقيا ومنها مصر ومنها دول كتير جدا، ودلوقتي يعني وصل العالم كله. فالفيروس بيعيش في الاماكن الحاره والاماكن البارده وبيعيش في كل مكان. طيب هل الكورونا فيروس او الان كوفيد 19 بيتنقل عن طريق الحشرات او عن طريق الناموس؟ يعني لحد الان ما تسجلش ولا حاله ان هي اتنقل لها الفيروس عن طريق الحشرات او عن طريق الناموس. هو فيروس تنفسي زي ما قلنا بيصيب الشخص الاخر عن طريق الدروبليتس اللي بتطلع من الصليفه او الاسبيوتم اللي هو البلغم
بتاع الشخص المصاب. غير كده ما تسجلش لحد الان حاله انها اتنقلها الفيروس عن طريق الموسكيتو او الحشرات او الناموس. طيب وفي نقطه برضو احنا يعني بشوفها بناس كتير دلوقتي بتستخدمها وانا كنت بستخدمها بس ما كنتش اعرف اللي هي ملهاش لازمه، اللي هي الهاند درايرز اللي هو المعقم اللي هو الجل ده مش فعال اللي هو يقضي على الفيروس لوحده. هو انت يا اما تقضي على الفيروس بتغسل ايدك بالميه والصابون زي ما قلنا وبتستخدم الكحول او الاستريليوم، انما معقمات الايد دي والحاجات اللي هي الهاند درايرز دي ملهاش لازمه او ملهاش استخدام. انا شايف دلوقتي الناس كتير بتشتريها وبقى عليها طلب كتير جدا والعلب دلوقتي سعرها ارتفع جدا، فانت بتشتري حاجه ملهاش لازمه وزي ما قلنا يعني نقلل استهلاكنا شويه للحاجات اللي ملهاش لازمه عشان لو لا قدر الله الموضوع ده طول يبقى نقدر نتعامل معاه بجديه شويه وبحكمه برضو شويه. هل بقى لو انا رشيت كحول على جسمي كله على عيني وعلى ودني وعلى مناخيري وعلى بقي هل انا كده هحمي نفسي من الفيروس؟ انت كده بتضر نفسك ما بتحميش نفسك، انت بتدمر او بتضر الاغشيه المخاطيه اللي هي في العين او في المناخير او في البق، وبالطريقه دي اصلا انت مش بتقتل الفيروس انت بس بتضر نفسك مش اكتر. طيب هل بقى الفاكسينز بتاعه النمونيا او التطعيم بتاع الالتهاب الرئوي الحاد هينفع مع كورونا فيروس او لانه كوفيد 19؟ لا، لان ده حاجه وده حاجه. الفيروس ده لسه جديد ولسه العلماء بيدوروا على تطعيم معين، وكان اخر حاجه اللي هم اكتشفوا التطعيم لكورونا فيروس ولسه بيعملوا تجارب عليه. هسيب لكم اللينك بتاع الخبر تحت في الديسكربشن، يبقى هو والمصادر بتاع الفيديو بتاع النهارده كله. طيب في حاجات بقى لازم احطها في دماغي كده لما اجي مثلا اتعامل مع مريض كورونا، او انا مثلا كتمريض او دكتور او ايا كان من فريق طبي لما اجي اتعامل مع شخص مصاب بكورونا لازم ابقى يعني كويس في التعامل معاه، ما اعملوش على انه فيروس او لانه حاجه واو وابقى مبينه ان انا خايف جدا ان انا اتعامل معاه. هو مصاب او مثلا مشتبه فيه اللي هو مصاب، بس ممكن انت تكون مصاب وانت مش عارف، فانت برضك مش هتحب حد اللي هو يعاملك بالطريقه دي. بس خد كل احتياطاتك الطبيه اللازمه اللي انت تلبس الماسك والجلافز والجاون بتاعك، مفيش اي مشكله من الكلام ده. بس في حته التعامل يعني بلاش نعامله على اساس ان هو على انه فيروس، ده بني ادم زيك، هو مصاب دلوقتي انت ممكن تكون مصاب بعدين، فيا ريت نراعي الحته دي شويه. وفي الفترات اللي زي كده لازم نكون اذكياء شويه او لازم نكون اكتر حكمه شويه. فانت لازم في الوقت ده لما تسمع خبر ما تجيش مثلا تشيره على الفيسبوك بتاعك ولا على السوشيال ميديا عامه، لازم تعرف مصدر الخبر وتتاكد منه عشان ما تبقاش كده ان انت بتساعد في نشر الاشاعات وهتلاقي كلام كتير هيتقال. فانت لازم تعرف مصدر كل حاجه بتتقالك وما تنشرش اي حاجه كده وخلاص، لان في اشاعات بتطلع كتير في الايام دي والكلام بيتحور كتير وبيتغير، فيا ريت ما نساعدش في نشر الاشاعات. سمعت عن حاجه شفت، لا ما شفتش، يبقى انا كده مش متاكد منه. والمفروض يبقى كلنا قلبنا على بعض، ما نحاولش نضر بعض. كل الاجراءات اللي بتتاخد لحمايتك وحمايتي وحمايتنا كلنا، فلازم نساعد بعض شويه في الفتره دي، ولازم نتبع التعليمات اللي بتتقال من منظمات الصحه او من وزاره الصحه. طيب بالنسبه بقى لحاجه كده كنت سمعت ناس بتقولها يعني، فاللي هو بالنسبه للثوم، هل الثوم هيعالجك من كورونا فيروس؟ الثوم هيلثي فود وبيأثر على الميكروبات، ممكن بيبقى يعني بيحارب الميكروبات، بس اللي احنا بنحاربه اللي هو كورونا فيروس، اسمه كورونا فيروس، فاحنا بنحارب فيروس مش ميكروب. ويقال ان ماده البروفين والديكلوفينيك بيزودوا الاعراض او بيحفزوا الاعراض بتاعت الفيروس. زي ايه الديكلوفينيك والبروفين؟ زي الكوميتريكس، زي الفولترين، زي البايالكوفان، زي الكتوفان، زي الكاتافلام، زي الكولد فري، زي الديكلاك، عامه الحاجات اللي هي بتاعت مجاميع البرد والحاجات اللي احنا بنشوفها، يقال انها بتزود الفيروس. وكان نازل بيها ورقه من وزاره الصحه، بس انا الصراحه لسه ما اتاكدتش من المعلومه دي. واصلا المسكنات والحاجات دي بتبقى مشاكلها كتير، فالاحسن برده كل احنا ما ناخدهاش يعني. ودي كانت نهايه حلقه النهارده. لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه الشير عشان الشير هو اللي بيوصل الفيديو، وعايزين الكل يستفيد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام. We'll be right back.